كيفك يا حلو؟ والله شو اخبارك؟ تمام. انت بتعرف انت قائد الرحلة اليوم. الساعة 12 بالليل وبتفرجينا هالاماكن حلوة ها؟ ببلغ عنك معك تصريح؟ معيش تصريح لا. معي ماخذ المطعوم وماخذ كل شيء. ما شاء الله ما شاء الله. نعمة ها؟ منظر رائع جدا جدا. وهي احنا كمان مكملين بجبل عمان وحاليا قربنا على دوار الاول في جبل عمان. واخوي بحكي طبعا هذا من اقدم الاماكن في عمان او وسط البلد وسط عمان القديمه. زي ما انتم شايفين طبعا الساعه 12 بالضبط بالليل في حجر كمان ساعه. الحجر معناته انه مش لازم نطلع برا. So after 1 hour everybody has to be at home, otherwise they have to pay a ticket. So that's the life at night in Amman, in Jordan. And as you see, that's the first circle in there. And you can see the police there. First circle in Amman, Jabal Amman, Mount of Amman. So we'll not go there, it's very busy. So we'll go other way. And yeah, as you see, lots of people, man. After 1 hour, everybody will be home. Policeman. And busy life. Look at that one. Check it out. Very busy, man. Very busy. It's a beautiful city. Night, daytime, all times. I'm very lucky to be here with my family today. Alhamdulillah. Check it out. The real. عليه شافيع الأمة بذكر الرسول تشحذ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. طبعا احنا هسه في النادي نادي السباق تحت. واخوي بلال اطول مني ما شاء الله بعدين اطول مني في اللحية كمان في الجسم. على كل حال زي ما تعرفين 9 سنين. فاليوم جينا عند الشيخ باسم هنعرفك عليه كمان شوي. كان معانا في العمرة يعني انا بعرف تقريبا من 15 سنة وكان معانا في رحلة العمرة ويعني ايام كانت حلوة لا تنسى. فالشيخ باسم ما شاء الله هسه متجوز وعنده 4 اولاد وما شاء الله عنده دكانة في النادي تحت. وهسه نعرفك عليه ان شاء الله. شيخ باسم السلام عليكم. كيف حالك حبيبي؟ كيف الصحة؟ امورك تمام؟ لي تقريبا 13 سنة مش شايفك ها؟ الله يحفظك. والله انا مباشر في الطيارة واخوي قال لي انت لازم نشوف الشيخ باسم اليوم. قلت له والله لازم. فيعني مبسوطين والله بشوتك اليوم و الله يبارك فيك. ايام العمرة يعني قبل تقريبا 13 سنة فان شاء الله بنشوفك على خير باذن الله تعالى. ان شاء الله. حبيبنا شيخ باسم يلا مش اطول عليك حبيبي عارفينك مشغول يلا السلام عليكم. الله يسلمك. شباب بدي افرجيكم محل الشيخ باسم وين موقعه. زي ما قلت لكم نادي السباق مكه الجنوبيه. تشيك اوت. اسم المحل باسم الجعبه للمواد التموينيه. وهاي الشيخ باسم طبعا هو رايح على الصلاه هسه جامع عبد الله بن عمر قدام مسجد صح الشيخ باسم؟ ايوه المسجد ورا الاسكان هذا مسجد عبد الله بن عمر. تعالوا تفضلوا على الشيخ باسم قولوا له انا من طرف الشيخ جهاد صالح المحسيري. وهي زي ما قلت لكم اسم المحل باسم الجعبه المواد التموينيه. شيخ وشاب على كيفكم وان شاء الله بظبطكم. دير بالكم عليه. يلا السلام عليكم. الله يبارك. قبل ما ننهي الفيديو لقينا بالصدفة أحد سكان المنطقة الحمد لله نتعرف عليه أخونا شوي إن شاء الله هسه وعرفنا عن حضرته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسم علي عبد السلام المغربي. ما شاء الله. مواليد الواد. هذا المنطقة اسمها منطقة المهاجرين. هاي المهاجرين. أنا مواليد 62. ما شاء الله. ورحمة أبويا مواليد 22
برضو الواد 1922 1922 ما شاء الله. واحنا كنا سكان في المنطقة من ايام الدولة العثمانية. ما شاء الله. وصارت علينا التطورات وصارت علينا الاحداث وصارت علينا الشغلات. هذا الواد كان عبارة عن مجرسين كله شجر. خلي بس احكي لهم اول معلومة. So he's saying his dad was born here. His dad was born here in 1922 before the before Jordan became a country, right? So بحكي لنا انه ابوه يعني 1922 يعني عمر عمي مواليد ال 15 اللي اكبر من ما شاء الله. قبل الدوله العثمانيه بايام الدوله العثمانيه. هذا كان الواد عباره عن مجرى سيل نهر المنطقه هاي كلها كل شجر ما في كان انسان الا غير الناس اللي زي المغارب الشركس الشوار كل هاي كانت نهر الأكراد يعني نهر العرب. نهر عميق كان نهر عميق وكان فيه سمك وكان طيور تيجي عليه وكان يعيشوا من السيل هذا كان من النهر هذا كان يعيش سبحان الله. هو بيحكي إنه المنطقة هاي so he's saying like this one was a river like long time ago maybe in the 90s and as he's saying like there was like fish here like sea life and yeah alhamdulillah but now as you can see now buildings and stores and yeah as you can see here هذا هو الباص السريع طبعا هذا هو المشروع الباص السريع نعم نو سويلح. طيب يعني انتم ما شاء الله هون في من اي ناحيه محظوظين يعني الجو يعني هي ما في هيك منظر في عمان يعني الا اماكن محدوده وهي منها اتوقع شوف هاي هذا المكان منطقه المهاجرين هي اساس المملكه الاردنيه الهاشميه الاساس من ايام الدوله العثمانيه نعم ولما تاسست اماره الشرق الاردن نعم. تاسست على الحي هذا ما شاء الله هذا كان يضم مغاربه شركس يمنيين نعم. اكراد ارمن يا سلام ارمن ارمينيا ارمينيا يوروب لايك بيبل كيم فروم ديفرنت ايرانيين من الاقطار العربيه اللي كانوا واقعين تحت الحكم التركي المطلوبين المظلومين كان يجي يتخبوا بالحي هذا سبحان الله لانه يعني هنا ما فيش كان حكم يعني اسم حضرتك المغربي العائله يعني نحكي من مثلا الاصل من المغرب كمان الاصل من المغرب سبحان بس الله. احنا المغاربه كانوا اجدادنا يطلعوا من المغرب على منطقه مكه ومنطقه القدس نعم على الدول العربيه الشرقيه على الاماكن المقدسه لانهم كانوا يجوا يظلوا حوالين المقامات like holy land so they used to come like he's from Morocco like not him back like in the old days like his grandparents like they came to Jordan looking for peace and harmony to live here to the holy land like Mecca because Mecca is close to Morocco والقدس Jerusalem in Palestine والمقامات الأولياء الصالحين والصحابة نعم ما شاء الله كان يجوا يعيشوا حواليهم يتبركوا فيهم يتبركوا بالأماكن المقدسة ما شاء الله وإحنا بجوز إحنا الجيل الرابع يعني من جدي ما شاء الله من جدي احنا الجيل الرابع ما شاء الله اللي موجودين في المنطقه توالت علينا ناس كثير توالت علينا طبعا هون معك اسرتك وعائلتك كل عائلتنا كل عشيرتنا عايشين هون ما شاء الله يعني هيك مشكور جدا على المعلومات الله هاي. يبارك فيك اذا اي معلومه بدك اياها بزودك فيها الله يبارك فيك وان شاء الله تكون يعني دائما هيك ان شاء الله تكون واجهه للسياحه الاردنيه وتفرج الناس يا سيدي هسه تغير الوضع طلع كيف صار الوضع صح صارت شوارع نعم. وسقف النهر طبعا صح هنا الأمانة وصارت هنا متحف وصار فوق المركز احكي لنا عن المتحف هذا صحيح شو هنا so as you can see this is the Jordan Museum بحكوا له متحف الأردن هذا متحف الأردن so Jordan Museum this is Jordan Museum so ايش هذا بالضبط هذا المتحف فيه كل إشي بلاقوه أثرات في المملكة هنا خلينا نكبرك بيش بيحتفظوا فيها بالمتحف Jordan Museum يعتبروها من التاريخ يعني تاريخ المنطقة أي إشي بيكتشفوه في البلد بحطوه في المتحف اوكي So من أيام البيزنطيين his, yeah, من أيام yeah. الرومان من أيام الله. اليونان من أيام الدولة الإسلامية من الله. أيام الأتراك كله هذا So he's saying like this is the Jordan Museum the area of this one is like anything they find under the ground of Jordan they put it here for people to see and they can like grab it as one of the tourist attractions for Jordan So yeah بدي أحكي لك شغلة هي اللي عملت على تنمية هاي الأمور اللي أنت قاعد بتشوفها. نعم. كان العدد السكان محدود. هذا الحكي بالثلاثينات وبالعشرينات. لما كانت دولة الأردن وفلسطين. كانت إمارة شرق الأردن. الأردن. نعم. بعديها لما صارت الهجرات الفلسطينية صارت المملكة الأردنية الهاشمية. نعم. على أرض الأردن وعلى أرض فلسطين. سبحان الله. هسه صارت طلع كيف التطور اللي صار. شوف الجبال كيف صارت. نعم. نعم. كلها كانت فاضية. صح. هاي كلها كانت صحراء هاي الجبال. ما شاء الله. مشكور مرة أخرى. حياك الله أهلا وسهلا. سيدنا النبي قمر
محمد نبي.